في الفقار انت هنا قلت لي نزلت اول مره مو؟ اي انا نزلت وكانت الليله 1000 دولار يعني 1000 دولار بس 1000 دولار بالليله زين انا هم نزلت بمكان كلش بس مو هنا انا. اه وين؟ هنا نزلت. يلا شباب انا راح اركب سيارتي برخصتكم. امشي احمد امشي احمد توكل على الله امشي احمد امشي امشي احمد امشي لا يطردوك امشي. هاي علاقه الزبل نسوي لي اياها ما عليكم بيها. عليكم بالقفاله. وهسه انا يدي الفقار ورايحين هسه شويه نفطر بالعاصمه. انا شفت بيت القنصل مثل ما قلت لكم قلت احسن ما ارجع لمدينتي خلي اجي هنا شويه غير جو باكر عندنا عطله فان شاء الله هسه راح شويه نصور لكم بالعاصمه ونطلع نشوفكم الحياه الليليه ببودابست شلون. خليكم ويانا. والله يعني طبعا احمد مشغول مكالمه عنده شوفوا مشغول ما عنده وقت معجبين مشتركين يضحك. بس احنا اشترينا تذاكر رايحين للسينما وهاي ويا الفقار والتذاكر رايحين نشوف الفيلم مال الرجل الاول مال نيل ارمسترونغ اللي راح على القمر فهسه رايحين للسينما. It's you and me, bud. Always. يا جماعة خلصنا هسه فيلم The First Man الرجل الأول. الفيلم عن نيل أرمسترونغ أول رجل يهبط على سطح القمر. خلصنا هذا الفقار وحاليا هسه جايين نفطر بال يعني فيلم ينصحكم تشوفوا الفيلم كلش من الصدق ومؤثر والصواب لا تحكمون عليه من بدايته. يا جماعة الفقار من الصبح ما ماكل أول هسه ياكل فضاع الشعور كافي المترو جاينا هسه رايحين يم البرلمان الهنغاري. يا جماعه هسه احنا جايين نتمشى بنص العاصمه. احنا هسه بمكان اسمه الدياك فرنسكتير. هاي من اهم الاماكن اللي جوها السياح. ساعه يعني فوق ال 11 ونص اعتقد. ساعه 12 الا ربع واحنا بدنا نفطر هسه. وهاي دولاب الهواء. هاي يسموها بودا اي، شلون لندن اي، بودا اي. بنروح لكم يعني فد شوي ان شاء الله.
يا جماعة طبعاً الصراحة مكانكم خالي، الأجواء كلش حلوة، أتمنى لكل واحد يحب يطلع أو يسافر أو يعني يستقر وشو عنده مستقبل، إن شاء الله أتمنى له التوفيق. يعني حلو من أنت تطلع، يعني هم دراسة وهم نفس الوقت أنت تحس، يعني شو أنا أقول أوصلكم الفكرة، يعني هنا تحس البشر محترمين، يعني لا عذروني على التعبير بس إذا كان الحيوان محترم فما بالك بالبشر. فإن شاء الله أتمنى لكم يعني أنتم همين إذا واحد إلى نفس يعني يسافر أو يطلع إن شاء الله همين تطلعون، بس يعني اشتغلوا على الشيء، ماكو شغلة تجيب بلاش. إذا واحد ما يقدم نفسه مستحيل أحد يقدم له، يعني أقرب الناس ما ممكن تقدم أو يعني تسوي نفسك مثل نفسك. يعني أنتوا اشتغلوا نفسكم. هاي بالنسبة للمناسبة شوفوا الجمال، شوفوا هاي بودا آي استونا وصلنا، هاي باع الفراري، خلي أسوي لكم زوم. طبعا الرقم لازم أطلع عليه. يلا شباب انا راح اركب سيارتي برخصتكم. امشي احمد، امشي احمد، توكل على الله، امشي احمد، امشي امشي احمد، امشي لا يطردوك، امشي. وهاي بودابست اي، طبعا انتم بالكاميرا تشوفوا جزء اصغر. وهسه جينا على الاقفال، اقفال الحب، هي ما الحب، هي الهندسة، دمرتنا الهندسة، الهندسة الحب. هاي علاقة الزبل نسول إياها، ما عليكم بيها، عليكم بالقفالة. بالنسبة لي يعني قبل شهر ونص كنت في فرنسا وبلجيكا. فرنسا يعني مزدحمة بالسياح ومن الصعوبة أنه أنت تزور مكان سياحي وبراحتك. أنا جيت لهنا أنا ورحت أماكن سياحية، ما لقيت الصعوبة اللي واجهتها في فرنسا. يعني هنا بالنسبة للتنقل كل سهل، بينما فرنسا يعني منو حبيت أكثر، فرنسا أو هنغاريا؟ لا هنغاريا، لأن يعني التنقل كل سهل، والتنقل يعني وصلك كل الأماكن السياحية يعني بأقرب نقطة. أكو قانون أنه ممنوع أنه تخرب المعالم الخارجية، البنايات الخارجية تبقى للأجيال، يعني أماكن وشغلات يفتخرون بها على يعني على الأجيال الجاية، بس مسموح التغيير الداخلي، خاصة في مناطق اللي مثلا بيها البنايات يعني صار لها 200 سنة 300 سنة، بنايات كلش قديمة وكنائس. اي هو عايش بشقة المكان الخارجي مالتها أثري بس الداخلي. اي يا جماعة هذا القلعة اللي تشوفوها هي قلعة بودا، واللي بصفها قريب هنا هذا جسر السلسلة، هذا موجود الجسر على الجواز الهنغاري، من أهم المعالم عندهم. أحمد أكو معلومة أنت ما ذكرتها، إنه تشينبريدج هو اللي صمم الجسر هو مهندس إنجليزي. كلارك آدم. كلارك آدم. إيه. هو المهندس الإنجليزي اللي صمم. عارفه إيه هو اللي سواه. أغلب الإنجليز يروحون لهذا البريدج. إيه يعني فخر إنه اللي صمم واحد من عندهم إنجليزي. صح. وهذا الجسر بالذات، هذا الجسر بالحرب العالمية. يعني هو أكثر الجسور الهنغارية وقع، يعني نزلوا للنهر في الفقار التهنا. قلت لي نزلت أول مرة مو؟ أنا نزلت كانت الليلة $1,000 $1,000 بالليلة زين. أنا هم نزلت بمكان كلش بس مو هنا. أنا وين؟ هنا نزلت. وهذا جسر الدانوب المشهور. هسه احنا واقفين على أطراف بشت، وهذيك إذا تشوفوها بودة، وذيك اللي ورا هاي قلعة بودة. هاي راح أقربها هسه، هاي قلعة بودة. هاي من جسر السلسلة رايحين على البرلمان الهنغاري، اختارين النفق. اكو هم درج، منا الدرج، ما عليكم بصدى صوتي. وهاي الأكاديمية العلمية الهنغارية، ماجر تودومانيوش أكاديمية. وهاي وصلنا للبرلمان الهنغاري، هاي طبعا جزء شوية من عنده، هو كلش ضخم البرلمان، ممكن تبحثون عنه بالإنترنت تشوفون الضخامة مالته على يعني على قياس النهر ايش قد مصورين من الطيارة. طيور أوروبية حتى بالليل الطير.
بين بنايتين حتى لا حد ينزل منها، فتنا على البناية اللخ. يا جماعة على هنا ينتهي الفلوغ، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اليوم حبيت شوية أغير لكم جو وأشوفكم مناطق من العاصمة. أرجو دعمكم واشتراككم بالقناة وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط موجودة بصندوق الوصف، فيسبوك وإنستغرام. ذوالفقار إن شاء الله راح تشوفوه بالفلوغات الجاية إن شاء الله، حاول إذا صورنا. فكان ياكم من بودابست أحمد ذوالفقار، كان ياكم أحمد سعد. سلام.